العلم الوطني يحمله البطل المغربي والعالمي في رياضة القفز الحر بالمظلات أنس بقالي، محطة أخرى ضمن إنجازاته يحتفي من خلالها بذكرى المسيرة الخضراء. سكينة إدريسي. الإنجازات مستمرة والعلم المغربي عليه أن يرفرف في أعلى القمم، ذلك ما يخطط له البطل المغربي في رياضة القفز بالمظلات أنس البقالي. هذه المرة من سماء الفراعنة سيقفز رفقة عشرات المحترفين من كل أنحاء العالم في هذا النوع من الرياضات، ليحط قرب الأهرامات أحد عجائب الدنيا. منظر يستحق المغامرة، ولكن الأهم بالنسبة للبقالي تقديم الأفضل لبلده والافتخار بعلمه الذي كان الأكبر حجما في هذه التظاهرة في دورتها الثالثة. العلم المغربي بلغ طوله أزيد من 10 أمتار، أما القفزة فبلغ ارتفاعها 5 كيلومترات. أمنية تحققت أخيراً بالنسبة للبطل المغربي الذي كان يرغب في تنفيذ هذه القفزة من سماء وإلى أرض مصر. قمنا بقفزة اللي اختمت بنجاح الحمد لله فوق أهرامات مصر، وكانت بالعلم المغربي فوق أهرامات مصر. العالم المغربي اللي كان أكبر عالم أجنبي كيطير فوق الأهرامات منذ تأسيسها 4500 سنة لحد الآن. الحمد لله القفزة مرت بنجاح، ودرناها باش نحتفلوا بمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال اللي جايته هو، وباش نبينوا السند ديالنا والحب ديالنا للقوات المسلحة الملكية اللي أمنت معبر القرقارات. مهرجان القفز بالمظلات والمسمى اقفز كأنك فرعون بالتأكيد لن ينسى هذه اللحظة على مر دوراته المقبلة.